تلا الجنرال عبد الرحمن تياني بيان أن نقله التلفزيون الوطني في النيجر بصفته رئيس ما يسمى بالمجلس الوطني لحماية الوطن، برر فيه الجنرال الذي بات يعرف الآن بالرجل القوي الجديد في النيجر، برر الانقلاب بتدهور الوضع الأمني في البلاد والذي قوضه عنف الجماعات التي وصفها بالجهادية. نشرت رابطة تابعة لمجموعة فاغنر في إفريقيا الوسطى تسجيلاً قيل أنه منسوب لقائد المجموعة إفغيني بروغوجين حول النيجر. بروغوجين اعتبر في التسجيل المنشور بأن ما حدث في النيجر ليس سوى كفاح شعبها ضد المستعمرين الذين يحاولون فرض نمط حياة عليهم ويبقى الشعوب الأفريقية تحت سيطرتهم بحسب وصفه. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر وهدد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل. في الأثناء ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما وصفه بالانقلاب العسكري الخطير في النيجر، وقال بأنه يعمل مع قادة إقليميين في منطقة الساحل الأفريقي للدفاع عن الديمقراطية هناك. كما وعد ماكرون لإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم مشيرا أو وعد بإطلاق الرئيس محمد بازوم مشيرا إلى أن فرنسا ستدعم المنظمات الإقليمية في حال قررت فرض عقوبات على قادة الانقلاب. للحديث أكثر عن هذا الانقلاب من نيامي عبر تطبيق زوم يلتحق بي الدكتور إدريس آيات الأكاديمي والمختص في الشؤون الأفريقية. دكتور أهلا وسهلا بك معنا، يعني اليوم ربما اتضحت الصورة بشكل أكبر، وأيضا عطفا على ردود الفعل اليوم سواء من التسجيل المنسوب لقائد مجموعة فاغنر أو للتصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي، إلى أين يتجه المشهد بالضبط؟ مساكم الله بالخير وتحية خاصة لكم أستاذة الاستضافة مرة أخرى. نعم، هذا يتناسب مع التحليلات التي قدمناها في المداخلات السابقة باعتبار أن الغموض الذي كان موجودا بين حول الانقلاب وعملياته ومن سيكون رئيس الانقلاب وهوية رئيس المجلس العسكري اتضح الآن بعد التصريح الأخير والإعلان عنه، فهو عبد الرحمن تاني قائد الحرس الرئاسي المنقلب على الرئيس. والتأخير عن الإعلان عنه كان بسبب المفاوضات حسب المصادر الخاصة، من المعلومات التي وصلتنا كان لأجل التفاوض بين الهيئة الأركان باعتبارها أرادت أن تكون رئيس المجلس من أعضائه ورئاسة ال رئاسة الحرس الرئاسي الذي يريد أيضا أن يكون مدبر الانقلاب عبد الرحمن تشاني هو من سيقوم برأس المجلس العسكري. لكن ما حدث في نهاية المطاف أنه ورقة الضغط الحقيقية كان بيد الحرس الرئاسي باعتبار أن الرئيس محتجز لديهم، فتم تعيينه رئيسا للمجلس الانقلابي في البلاد. هذا فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية وكيف انتهى الأمر تعيينه رئيسا للمجلس العسكري. طيب أما فيما دكتور، يتعلق بما نسب إلى الفاغنر، نعم نعم بالنسبة للتداعيات، نعم تفضل أكمل. نعم أما فيما يتعلق بالتداعيات تجر الإشارة إلى أن جميع التحليلات التي تنسب الفضل في الانقلاب إلى روسيا أو فاغنر أعتقدها خاطئة، لكن هذا لا يمنع أن نذكر بحقيقة أخرى أن فاغنر أو روسيا وبروباغاندات المعتادة هي إدانة الدول الغربية في كل ما يحدث في مستعمراتها السابقة أو مناطق نفوذها واستغلال الأوضاع، وهذا بالضبط ما حدث، وخاصة أن لديها أحزاب موالية مثلا حزب يو ان بي بي انتين وقائده عبد الرحمن يسمى عبد الرحمن مورو بدر معروف بحزبه القومي النيجيري، هو حزب دائما يعلن ولاءه لروسيا. حتى الآن لا يوجد مؤشر أن هناك تبادل مباشر بينه وبين فاغنر، لكنه لا يخفي ذلك بل يذكر ذلك بفخر وجدارة أنه يجب طرد فرنسا من جمهورية النيجر والتعاون مع روسيا. والمظاهرات والمسيرات المؤيدة للإنقلابيين التي حدثت يوم أمس ورفعت أعلام روسيا في المسيرات هذه ونقلتها من مواقع التواصل الاجتماعي والعديد أيضا من القنوات الإعلامية للتحليل أن ربما هناك تدخل روسي، لا هو استنجاد مرة أخرى ولاعتزاز موقفه الداعي للتدخل الروسي.
والتصريح بالنسبة إلى فاغنر هو تكتيك معروف أنه يحاول استغلال هذه الأوضاع والأحزاب الموالية والمنادين بتدخله حتى يتسنى لهم فرصة للتدخل، لكن حاليا لا يوجد أي مؤشر واحد تدل على أن فاغنر وراء ما حدث، لكن احتمال أن يستغل الوضع قائم جدا وقد يحدث في الأيام القادمة، والصراع نعم سيكون محتدما بين الفريقين، نعم نعم الغرب هذا فيما يخص وروسيا. التداعيات دكتور، لكن ما هو الوضع الآن الحالي بالنسبة للنيجر؟ إلى أين برؤيتك وتحليلك من الممكن أن يتجه بالفعل؟ اليوم اتضح نعم من يقود هذا الانقلاب وقائد هذا المجلس الجديد الذي سمي بهذه الطريقة، إلى أين يتجه المشهد في نعم الداخل؟ نعم في الداخل يمكن أن نتحدث عن أن الأوضاع حدثت بما أن الأمور اتضحت، لماذا أن الأوضاع اتضحت؟ أولا عبد الرحمن تشاني هذا معروف بقربه وإخلاصه التام للرئيس السابق، وهذا يفسر التحليلات التي قدمناها سابقا أنه خلاف على بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، ولاه المطلق للرئيس السابق، أضف إلى ذلك أن هناك ملفات فساد كانت تتعلق به، والرئيس الحالي محمد بازوم فتح عملية أو شو اسمه نعم برنامج سمي بحلسي، وهو برنامج لمحاربة مكافحة الفساد، فكانت التوقعات كلها أنه إذا تم إقالته ربما هو أيضا سيحال إلى القضاء، وهذا قد يفسر مرة أخرى أسبابه الشخصية. أما نعم فيما يتعلق بالأسباب السياسية والصراع الداخلي فالأوضاع متجهة إلى الحدود باعتبار أنه نعم هتلر دكتور، يعني وكذلك الآن الجماعية عاجل، اللي يده هي الأكثرية في البلاد. اسمح لي أن يعني على المقاطعة، ولكن الآن في خبر عاجل بأن قادة الانقلاب في النيجر يعني يعلنون تعليق العمل بالدستور وحل المؤسسات، وكنا نتحدث من قبل أيضا يعني عن الاتحاد الأوروبي الذي يهدد بتعليق المساعدات للبلاد، مع حديثك تفضل. نعم فيما يتعلق بتعليق الدستور هذا تحصيل حاصل في كل انقلاب عسكري، هناك 3 أشياء دائما وخاصة هذا الذي حدث في بوركينا فاسو المجاورة لدولة النيجر ومالي، يتم التعليق بالعمل بالدستور وانتهى أعلنوها أن انتهت الجمهورية السابعة لجمهورية النيجر، وكذلك إذا تم التعليق بالدستور وكذلك تم إغلاق الحدود وإعلان حالة الطوارئ، فهذا تحصيل حاصل وإجراءات روتينية ما بعد الانقلاب. أما فيما يتعلق بالتداعيات وفيما خاصة بما التحالف الدولي والتعاونات الدولية والمساعدات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمانحين الأوروبيين، أعتقد أنها ستتوقف حتى يقدموا التطمينات وضمانات على أن مصالحها ليست محددة. هنا يمكن نتحدث مرة أخرى عن واضح الاتجاه العام. أما فيما يتعلق بالولاء أعتقد أن الولاء يبقى لفرنسا، فعبد الرحمن تشاني معروف بولائه المطلق أكثر حتى من الرئيس السابق الذي يقال أنه آخر شو اسمه حليف لفرنسا في نعم المنطقة. واضح عبد الرحمن تشاني يمكن أن يكون من صقور فرنسا في جمهورية النيجر، وهكذا يوسف على كل حال. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتحليلات ضيفي من نيامي الدكتور إدريس آيات.